لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟ البحر الأحمر هو مدخل للمياه المالحة، يقع بين القارتين الآسيوية والإفريقية في المحيط الهندي، يعني موقع البحر عند خط العرض 2 شمالا. أنه أكثر بحر استوائي شمالي في العالم. يحد البحر الأحمر المملكة العربية السعودية واليمن، مصر، السودان، إريتريا وجيبوتي، ويحيط به شبه جزيرة سيناء وخليج السويس وخليج العقبة. يفصل البحر سواحل مصر والسودان وإريتريا من الغرب عن سواحل المملكة العربية السعودية واليمن من الشرق، ويبلغ أقصى عرض له 190 ميلا وأقصى عمق له 3040 مترا. أما مساحته فتبلغ 174 ألف ميل مربع. إذا سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم تنبع فرضية شائعة لاسم البحر الأحمر من الماء البني المحمر. هذا اللون من الماء ناتج عن التريتيديسيوم إريتريوم، وهو بكتيريا زرقاء حمراء اللون تظهر موسميا. عندما تموت أزهار الطحالب فإنها تبدو وكأنها تحول اللون الأزرق والأخضر للبحر إلى لون بني محمر. يأتي اسم البحر الأحمر من عدة لغات، مثل العبارة اليونانية إريترا طالاسا، والتي تترجم مباشرة إلى البحر الأحمر، وتستمد الكلمة من الجمل اللاتينية مير ربرم أو سينوس أربيكوس، والتي تترجم حرفيا إلى الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك فإن الاسم مستمد من العبارة العربية البئر الأحمر أو بئر القلزم، والتي تترجم إلى بحر كليسما. أهمية الاسم كانت موضع نقاش بين العلماء في جميع أنحاء العالم. إحدى النظريات الشائعة بين الخبراء المعاصرين هي أن كلمة أحمر تشير إلى الاتجاه الجنوبي للبوصلة. تدعم هذه النظرية حقيقة أن اسم البحر الأسود يلمح باتجاه الشمال. أساس هذه النظرية يأتي من الطريقة التي تبادلت بها بعض اللغات الآسيوية الاتجاهات الآسيوية مع الألوان. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك هيرودوت، الذي تبادل عبارات البحر الأحمر والبحر الجنوبي عدة مرات في مناسبة واحدة. أما بصرف النظر عن البحر الأحمر والبحر الأسود، هناك نوعان من البحار الأخرى تحمل كلمات ملونة باللغة الإنجليزية، وهي البحر الأبيض والبحر الأصفر.